هاي again انا مها حافظ with you انجلش تيشر 25 years experience with you اوكي وات اباوت بانيديميك احنا عايشين في كورونا فيروس ارا او هعمل ايه <applause> هنشتغل اونلاين اوكي هننزل الزوم تمام هنختار لي شويه فيديوز ونبعتها هايلين What's next؟ لو انا فاهم إن الحدوته كلها ان انا هفتح ال شاشه زوم وهقعد مع الاولاد وهنقعد نتكلم مع بعض وهبعت لهم فيديوز وقاعدين مع بعض وخلاص إيه يعني انا هعمل ايه يعني هم قالوا لي كده تمام بس حضرتك كمان كنت بتعمل حاجات جميله قوي جوه الكلاس ما بقتش تقدر تعملها الورمينج اب تفتكر ممكن نعمل وورمينج اب وانا فاتح الزوم اي ثينك يس لو ادينا اول خمس دقائق اوبن ديسكشن وافتح كده الكاميرا وافتح الفيديوز واخليهم يتكلموا زي الكلاس بالظبط أنا مش طالع وان مان شو وأنا بقول لهم الكلمتين وهنقفل نو no. يا ريت نعمل سام جيمز كده ممكن أبعت لهم لينك لحاجة زي كاهوت ويبدأوا هم يعملوها مع بعض ويبعتوا لي ويعملوا مع بعض الكومبيتيشن بتاعتهم وبعدين يبعتوا لي عشان أقدر أشتغل معاهم هو أنا لازم أعمل كده؟ لا مش لازم بس ده الأفضل هو أنا لما كنت بحضر مش كنت بعمل لهم ورم أب مش أنا كنت بعمل لهم فري ديسكاشن مش أنا كنت بعمل لهم بريبيرنج البري ليسون ده أه أنا هحاول أعمل تاني حاجه بلاننج اوعى تطلع لمجرد انك تطلع على كاميرا من غير ما تكون مجهز نفسك ومجهز نفسك بالاسئله اللي انت هتسالها لهم واديهم تايم للدسكشن يفتحوا الشات ويتكلموا معاك وخد افكارهم وزود وانت شغال ده عايز مني ايه عايز مني ويل well preparation ويا ترى في الاخر اعمل ايه هعمل بوست اسسمنت اديهم سؤالين واستنى عليهم يبعتوا لي الانسرز ونبعت مع بعض الكلام ونقول هو ايه اللي بيحصل After all of these things. تفتكر إن الريكورد للفيديو اللي على الزوم ولا الفيديو اللي هبعته للولاد هي دي الحدوتة؟ إحنا كده بقينا الأونلاين الله برافو. طيب والله لو ده التأثير اللي أنا مستنيه أنا أسفة حضرتك مش هتاخد أي حاجة من الولاد لأن حضرتك بقالك ساعة على الزوم لكن ما عملتش التشيك اللي إحنا طالبينه منك. محتاج تعمل برنت بيبر وتبعتها للولاد محتاج تغير نفسك من معلم تقليدي جدا في زمن عادي جدا فيري تراديشنال هندي كلمتين جوه الكلاس وهناخد بره الحصه واخد لهم الورق وهم عايزين مني ايه تاني وولي الامر عايز مني ايه تاني اذا كنا في ديجيتال اريا وديجيتال ارا في نفس الوقت لا احنا محتاجين نغير من نفسنا شويه محتاج ان انا اطور نفسي شويه تراي تو بي ا ديجيتال تيتشر تراي تو بي ا بانديميك تيتشر في البانديميك تيتشر التيتشر محتاج يدي ادفايس ومورلز مدي يعمل سبورت نفسي الولاد عايزين اصلا خايفين في البيت ده خايفين حتى ان هم يقربوا من الكاميرا لازم هم يدوا ثقه لنفسهم انهم قد التعليم وقد التعلم الاونلاين البلندد ليرنينج اللي احنا طول عمرنا بنتكلم عليه جات لنا فيه الفرصه ويلا مع بعض بقى تفتكر نفسك جاهز لده ما اعتقدش ليه لاننا كلنا تراديشنال تيتشر حتى لو كنا بنطبق بعض الابس او دخلنا على ال LMS بتاع المدارس او بعتنا حاجات او يلا احنا بنشتغل فيديوز. ارجوك اوعى ايوة تطلب من الطالب اللي انت مش قادر تعمله لنفسك. سيلف ادوكيتد اللي انا طالبه من الطالب وانت ما بعتليش وما عملتليش انت ما عملتش الواجب بتاعك انت كمان. ما رحتش خدت كورسز أونلاين ما فتحتش على الويب، ما اتعلمتش عن ايه ال اس، ما عرفتش عن يعني ايه ان انا ولادي اعرف اعمل لهم اتراكتيف واجبهم ليا. لازم انا اتغير. تراي تو بي ذا تشينج فيرست. change yourself to change the others. Give yourself a chance to change yourself. Open mind. وأرجو التعليم والتعلم والإدوكيشن سيستم كله passion. إوعى إيوه تفهم إن إحنا في وظيفة. الناس كلها بتشتغل لكن إحنا بنعمل بني آدمين. أرجوك don't forget that. Be the change first to change the others. Thanks, a million